للمزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أرحب بك دكتور حسن. أهلا وسهلا يا أستاذ محمد، مساء الخير. مساء النور، أهلا بك دكتور. نتحدث اليوم عن سنة كاملة مرت منذ 7 أكتوبر، برأيك ما الجديد؟ نتحدث اليوم عن تظاهرات في رام الله. يعني للأسف الشديد يا أستاذ محمد، يعني نحن نتحدث فعلا عن عام من العدوان الغاشم الإسرائيلي على القطاع وعلى الضفة، ومحاولات تقويض أسس الدولة الفلسطينية، واستهداف البنية التحتية، واستهداف المدنيين، وبالتالي لا جديد تحت الشمس سوى استمرار هذا العدوان. حقيقة هذا العام كشف عن عدم مصداقية المجتمع الدولي من ناحية، وفشل المنظمات الدولية من ناحية أخرى، وأثبت أيضا أن القوة هي التي تحكم العلاقات الدولية. كل الحديث المتواتر حول القانون الدولي وحقوق الإنسان وحقوق الجوار وغيرها من المبادئ التي كانت حتى تدرس في يعني العلاقات الدولية في كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، أعتقد أنها أصبحت محل نظر نتيجة استمرار هذا العدوان، بل تكاد تقول أنه إلى جانب الدماء التي تسفك للمدنيين الفلسطينيين، العزل من النساء والأطفال في القطاع وفي الضفة والآن ممتدة إلى الجنوب اللبناني، كلها تعيد النظر حتى في المفاهيم المرتبطة بالسيادة وواجبات قوة الاحتلال وغيرها من الأمور. للأسف الشديد نحن نعاني ونعيش كارثة إنسانية حقيقية مستمرة دون أن يكون هناك رادع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. أنا دايما بقول أنه استمرار مدة عام ده معناه فشل المجتمع الدولي، أو على الأقل يعني وبلغة أخرى تواطؤ المجتمع الدولي مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء هذه القضية الفلسطينية. ولولا الدعم المصري لهذه القضية ولسكان القطاع بكل السبل السياسية والإغاثية وصور الدعم، كنا نشهد نتائج أكثر كارثية مما نحن فيه. النهاردة عندنا أكثر من 95 ألف مصاب وفقيد، عندنا أكثر من 40 ألف شهيد. هذه كارثة هولوكوست حقيقي كما أسميه دائما. والأسف الشديد كل ما يصدر هو تصريحات إعلامية من المجتمع الدولي ومن المؤسسات الدولية التي تناشد يعني سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف هذا العدوان، لكن لا إجراءات على الأرض حقيقية تستطيع أن تنقلنا إلى مرحلة أخرى جديدة. أجيب بها حضرتك على سؤالك، يعني سؤالك الحقيقة أنه ما الجديد؟ لا جديد، نفس السيناريو اللي احنا عايشين فيه، نفس المسرحية اللي احنا عايشين فيها من المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، نفس الصلف والتحدي الإسرائيلي، بل فتح جبهات جديدة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كأن ذراع إسرائيل الطويلة عادت لتمتد مرة أخرى ولا نعلم الدور على من. لكن يعني لفت انتباهي في حديثك دكتور حسن هو تخلي المجتمع الدولي عن الفلسطينيين، وكأننا نتحدث عن مفاجأة. منذ أربعينيات القرن الماضي وأنت تعلم لا توجد قرارات، وإن وجدت لا تطبق، فلما الاستغراب اليوم؟ الحقيقة الاستغراب لأنه المدة أصبحت طويلة يا أستاذ محمد، والكارثة أصبحت مختلفة عن سابقاتها. يعني في مرات سابقة طبعا ده ليس العدوان الأول الذي تمارسه سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وبالمناسبة لن يكون الأخير إذا حدث وقف لإطلاق النار أو حقن للدماء، لكن الأهم أنه ظهر المجتمع الدولي على حقيقته. يعني كنت في مرات سابقة يمكن العدوان يستمر أيام، يستمر بعض الأسابيع، لكن أن يستمر عاما كاملا ده معناه أن هناك نية مبيتة وخطة خبيثة ممنهجة بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي أيضا. يعني لا يخدعنا أبدا التصريحات التي تصدر أو حتى بعض المظاهرات الشعبية التي تصدر، ربما يكون بعضها صادق يعني نتيجة التعاطف مع الكارثة الإنسانية، ولكن المسألة لم تترجم إلى إجراءات على الأرض. الاستغراب هنا أن كل الحديث المتواتر حول وجود منظمات دولية فاعلة تستطيع أن تفرض عقوبات على بعض الدول وليس من بينها إسرائيل، لم تتحرك قيد أنملة لفرض أي عقوبة على إسرائيل أو منعها من ممارسة هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل، في حين أن الشعب الفلسطيني يبحث عن دولته. يعني أنت تنكر على صاحب الحق، صاحب الأرض، حقه في المقاومة، وتعطي للمحتل الغاشم الحق المزعوم في الدفاع عن نفسه. أنت في حالة يعني أنا مش عايز أقول لك تحولت المقاومة لاعتداء وتحول الاحتلال لدفاع عن النفس. الحقائق انقلبت، يعني أنت النهاردة الكاذب المدعي أصبح هو الذي يلقى المساندة، وصاحب الحق هو الذي تفرض عليه العقوبات. يعني أي منطق يحكم هذا الأمر؟ أنت في حالة تناقض شديد جدا في العالم بأسره، وده حيعيد هيكلة العالم كله الحقيقة يا أستاذ محمد إذا لم ننتبه لهذا الأمر. وهنا لابد أن نأخذ في الاعتبار أنه منطقتنا هي منطقة صراع على النفوذ بين القوى الكبرى. هم يتصارعون علينا، فماذا نحن فاعلون؟ ده السؤال اللي احنا لابد أن نستفيد
منه على مدار عام الحقيقة من العدوان الإسرائيلي على منطقتنا العربية، لأنه ليس العدوان على القطاع فقط، ولكن أنا بعتبر أن المسألة دي هي عدوان على الكتلة العربية سياسية. يعني حديثك يتفق مع الواقع، فالاعتداء اليوم فقط لم يقف عند حدود قطاع غزة أو رام الله أو كل فلسطين التاريخية، وإنما ذهب أيضا للبنان. ذهب للبنان في تحدي سافر، يعني أنت تتحدث عن مفاهيم السيادة والدول المستقلة، يعني من الذي أعطى إسرائيل الحق في أن تنتهك سيادة لبنان؟ من الذي يدعم إسرائيل الآن في استمرار عدوانها على لبنان؟ يا أستاذ محمد، العدوان طال العاصمة بيروت، يعني كأن التصريحات التي خرجت بأننا سوف نحول بيروت إلى العصر الحجري مرة أخرى، أعتقد أن المسألة تسير في طريقها. أنت النهاردة أعداد القتلى وعداد المصابين بدأ يزداد، العداد مستمر، المسألة لا تتوقف على حزب الله، كما كان الحديث متواترا حول استهداف عناصر حماس. يعني من الذي يقول إنه حزب الله مختبئ بين المدنيين في الشقق المدنية في العاصمة بيروت؟ يعني هي إسرائيل من 2006 لغاية النهاردة لم تكن تعلم إنه حزب الله منتشر بين المدنيين في هذه المناطق؟ يعني لماذا الآن يتم هذا الاستهداف بهذه الصورة؟ وزي ما بقول لحضرتك، إذا انتقلنا من الجنوب اللبناني قد تكون سوريا في المرحلة القادمة، قد تكون اليمن في المرحلة التالية، قد تكون العراق، قد تكون إيران، كلها أهداف، بنك الأهداف لا ينضب لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اعتبار استمرار هذا العدوان ومحاولة إثبات أن إسرائيل هي القوة المهيمنة. هذا الوضع كارثي ينذر بأخطار حقيقية تتجاوز بكثير مجرد القضية الفلسطينية، وتتجاوز بكثير مجرد انتهاك سيادات لبنان، وإنما المسألة أخطر بكثير على منطقتنا العربية بأسره. وذلك لطالما حذرت منه مصر دكتور حسن. يمكن مصر كانت أول الدول والقيادة السياسية كانت أول قيادة استبصرت هذا الأمر وتكلمت عن هذا الأمر بصورة صريحة، وما زالت تتحدث عن هذا الأمر وما زالت تبذل الجهود. الفرق بين مصر وبين باقي الدول أو المجتمع الدولي يا أستاذ محمد، أن المجتمع الدولي يتوقف فقط عند حد التصريحات، أما مصر فهي تؤكد موقفها بالتصريحات الإعلامية وتنفذ إجراءات على الأرض. أظن أن الإجراءات اللي اتخذتها مصر لدعم القضية الفلسطينية مش بس من 7 أكتوبر وما قبلها شاهدة على ذلك. التاريخ يسجل المواقف المصرية المشرفة والمساندة عن قناعة لعدالة القضية الفلسطينية سواء على المستوى السياسي. كانت مصر أول من بادر لهذا الأمر بعقد المؤتمرات والتواصل مع الإدارات المختلفة، والدبلوماسية المصرية شاهدة على هذا عن طريق الإغاثة بالمساعدات وشل يعني الشاحنات اللي كانت بتقف أمام معبر رفح إلى أن احتلت الجانب الفلسطيني منه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإسقاط الجوي، غيرها من المخيمات التي كانت تقام داخل القطاع. كل دي صورة من صور الدعم واستمساك الغزيين بأرضهم. وأيضا تواكب مع هذا دعوات متكررة بضرورة يعني محاولة احتواء الوضع، لأنه ما نشهده الآن بأن يضع المنطقة كلها على صفيح ساخن هو ما استبصرته الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية، لكن لا أحد يسمع، وإن سمع لا يعي، وإن وعى لا ينفذ، لأن هناك زي ما قلت لحضرتك كده خطة واضحة وممنهجة ومستمرة لفكرة تعديل المنطقة ككل. وإلا كيف نفسر يعني هذا الصمت المطبق من المجتمع الدولي ومن الإدارة الأمريكية؟ يعني أنا لا أقتنع الحقيقة بأنه يعني مسؤول أمريكي يزور المنطقة أكثر من 10 مرات وفي كل مرة يعطي ضوءا أخضر لاستمرار التصعيد. لكن هذا دكتور حسن تعتبره صمتا أمريكيا أم موافقة ضمنية على ما تقوم به دولة الاحتلال؟ ما هو يعني أعتقد أنه تخطى مرحلة الصمت. طبعا، بس الرضا هنا حتى بالزيارات والتصريحات، حتى وإن صرح لأنه يرغب في تهدئة الأمور، لكن أنا بقول لك العكس، إنه لما بيجي المسؤول الأمريكي بلينكن أو غيره للمنطقة، أنت كنت بتجد تصعيد، كنت بتجد مزيد من التصعيد في المنطقة، مزيد من التصعيد الإسرائيلي، مزيد من الاستهداف الإسرائيلي. الصمت هنا نقصد بيه إيه؟ إنه في بمفهوم المخالفة كان استمرار الدعم السياسي واستمرار الدعم العسكري واستمرار الدعم المالي. أنت بتتكلم على حزم مالية تقدمها الإدارة الأمريكية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لأنها أصبحت تعاني، اقتصادها بيعاني النهاردة، فتحة 7 جبهات ومستمرة عام، وده كسر كتير بالمناسبة من القواعد اللي احنا كنا بنتحدث عنها، إنه سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تستطيع أن تدخل في حرب طويلة أو لا تستطيع أن تفتح أكثر من جبهة. كل هذه الأمور لابد أن يعاد النظر فيها الآن، يعني كل ما كنا يعني ندرسه نتحدث عنه خالفته
يعني خلفه هذا العام وما شهده من أحداث جسام كان أهمها يمكن يعني استمرار شلال الدم الذي ينزف، هذا الدم الفلسطيني الذي ينزف جراء القتال والعدوان الإسرائيلي. قرارات أمريكية بدعم دولة الاحتلال بالمال وسلاح دكتور حسن، وفي نفس السياق نجد تصريحات من الرئيس الأمريكي ومن ينوب عنه في لقاءات أخرى عن أهمية حل الدولتين وأهمية وقف إطلاق النار. وصل الأمر إلى أن قيل من داخل البيت الأبيض الآن يجب وقف إطلاق النار، حان الوقت. الوقت بالنسبة لمين؟ هو ده السؤال الحقيقي الذي يوجه للمسؤولين الأمريكيين، الوقت ده بالنسبة لمين؟ هل بالنسبة للفلسطينيين بعد ما يعني تكاد تقضي عليهم، يعني بعد أكثر من 100,000 و40,000 100,000 مصاب و40,000 شهيد، أنت عايز توصلهم لغاية كام؟ الآن ده بالنسبة لمين؟ الآن ده بالنسبة للإدارة الأمريكية، يعني الوقت ده أصبح مناسبا بالنسبة لها. طيب حل ومع ذلك لم يحدث دكتور حسن. ما أنا هقول لحضرتك أهو إنه حتى الحديث حول حل الدولتين، هو قال إمتى هيتنفذ حل الدولتين؟ إحنا بقى أكثر من 40 أو 50 سنة بنتكلم على حل الدولتين، لكن لم يتحدث عن المدة أو الفترة التي سيتم فيها تنفيذ حل الدولتين، دي حاجة. الحاجة الثانية، كيف سينفذ حل الدولتين وسلطات الاحتلال الإسرائيلي يعني ترتع في قضم الأراضي العربية المحتلة وفي الضفة وفي القطاع، وبالتالي أسس الدولة حتى ومساحة الأرض اللي هتقام عليها الدولة لن تكون كافية. يعني هذا الكلام كله خداع للأسف الشديد، ومحاولة لامتصاص حالة الغضب العالمي اللي موجودة شعبيا طبعا، محاولة يعني تالية لمغازلة الأصوات اللي موجودة، مغازلة الأصوات اليهود الأمريكيين الموجودين، أو حتى في بعض الأحيان مغازلة أصوات العرب الأمريكيين الموجودين، ولكن النتيجة هي استمرار الخطة الممنهجة لإبادة الفلسطينيين من ناحية والقضاء على القضية الفلسطينية من ناحية أخرى. لا توجد إجراءات على الأرض الحقيقة تصدق ما يقال من تصريحات، بل على العكس الإجراءات كلها تكذب هذه التصريحات. فنعود مرة أخرى إلى حقيقة أن الإدارة الأمريكية متواطئة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، كنت معي عبر الهاتف.